السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. كيف تتم عملية تبادل الإعجابات أو زيادة عدد اللايكات أو زيادة عدد الإعجابات لمنشوراتك أو منشورات صفحاتك؟ يوجد كثير من المواقع توفر هذه الخدمة، منها موقع hopla.me، هذا موقع الذي يعطيك كم هائل من الإعجابات لمنشوراتك في حسابك على الفيسبوك. الكثير من الأشخاص يصفون هذه الخدمة أو المواقع التي تقوم بهذه العملية هي لايكات أو توفر إعجابات وهمية أو لايكات وهمية، فالحقيقة أنها ليست وهمية بل حقيقية بالفعل، والذين يعني الأشخاص المعجبون بهذا المنشور وعدد الأشخاص الذين أعجبوا بهذا المنشور هم أشخاص حقيقيون ويستخدمون الفيسبوك مثلك ويدردشون ويدخلون للتصفح وما غير ذلك ويقومون بالأعمال التي تقوم بها أنت على الفيسبوك. ولكن كيف تكون هذه العملية حقيقية وتدخل للموقع الفيسبوك؟ طورت خدمة اسمها الاكسس توكن، فلكل حساب يوجد اكسس توكن خاص به. يمكنك الحصول على الاكسس توكن الخاص بك من موقع مطوري الفيسبوك. يمكنك البحث عنه، اكتب فقط في الجوجل مطوري الفيسبوك وانقر او ادخل الى او رابط. فالاكسس توكن يعني لكل حساب يوجد اكسس توكن خاص به كما قلت لكم. عندما يحصل شخص ما على الاكسس توكن الخاص بك يتحكم في حسابك بالكامل، يمكنه مشاهدة الرسائل، يمكنه يعني نشر المنشورات، يعني كل شيء، يعني يرى كل شيء داخل حسابك بدون الحصول على الباسورد. فعندما تدخل الى هذه المواقع لاحظ انها تطلب منك الاكسس توكن الخاص بك، هذا يعني انها تتحكم في حسابك. فعندما تحصل على الاكسس توكن الخاص بك واكسس توكن شخص اخر قام بالحصول على الاعجابات واكسس توكن يعني جميع الاشخاص الذين استخدموا هذه الموقع، تخزنها في قاعدة بيانات هذا الموقع يعني، او تخزن هذه الاكسس توكن لديها. فعندما يدخل شخص جديد ويأخذ او يعني يعطي الاكسس توكن الخاص به ايضا يسجل، وكل الاكسس توكن او الحسابات المسجلة في هذا الموقع تذهب الى منشور هذا الشخص الجديد ويعني تعمل له لايك 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 لايك، يعني تستخدم كل هذه الاكسس توكن او هذه الحسابات وتضغط لايك لهذا ذلك المنشور. وايضا في نفس اللحظة انت الاكسس توكن دون ان تدري وان تستخدم الفيسبوك، يستخدم الاكسس توكن الخاص بك في الاعجاب بمنشورات اخرى لاشخاص ايضا استخدموا هذه الموقع. فكما يعني اتمنى ان تكون هذه الفكرة قد اوضحتها لكم، فكل المعنى يكمن في الاكسس توكن. فعدد الاكسس توكن الموجود يستخدم في الاعجاب بهذا المنشور، والاكسس توكن الخاص بك وببعض الاصدقاء الاخرين يستخدم الاعجاب بهذا المنشور، وهكذا تتم عملية تبادل الاعجابات الحقيقية التي توفرها العديد من المواقع. قد تتساءل هل الاكسس توكن او هذه المواقع سبام او فيها خطر على حسابي؟ اقول لك نعم، فربما يعني موقع كان غير مشهور وكان يعني جديد على هذه العمليات، فانت في كل حال قد قدمت او يعني قد اعطيت الاكسس توكن الخاص بك، فتوقع في اي لحظة ان يقوم بسرقة حسابك او اختراقه، او يقوم يعني الفيسبوك باغلاقه اذا يعني استشعروا انك تقوم بشيء غير قانوني. فانصحك بعدم القيام بهذه المواقع واستخدام هذه المواقع الا في حساب يعني لا تريده او يعني جديد استخدمه فقط لهذه المواقع، واستخدام عملية زيادة اللايكات وزيادة الاعجابات الحقيقية وليست الوهمية. اذا أبل، أندرويد، ويندوز، لينكس، يعني في كل شيء تريده في التقنية حتى في مجالات الربح. يمكنك أيضا طرح سؤالك علي، سأقوم بابتداء ببث مباشر يعني في الأيام المقبلة، سيكون منظم في وقت يعني محدد حتى أستطيع يعني إجابتكم على أسئلتكم التقنية إن شاء الله اليوم إذا سخر الله، يعني الكهرباء ينقطع بكثرة هنا في مدينة طرابلس، فإذا استطعت أن أقوم ببث مباشر فسأقوم بذلك. لا أطيل عليكم، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.